ملعقة الفود لافر من 150 ل 130. بصوا اعرضه لكم اهو، ده حر الفود لافر، ده حلو، مصنعات دجاج زي يعني ستريبس كده، تمام؟ هو ستريبس، هو ستريبس. بصوا بقى سعره حلو جدا، سعره لفترة محدودة لآخر الشهر 130 جنيه. 130 جنيه ده وزن ايه؟ كيلو. ده وزن كيلو مكتوب عليه كيلو اهو. عايز اقول لكم ان هم اصلا انا زبونتهم من سنين، وكل الحاجة عندهم اسعارها حلوة جدا. ده عرض البطاطس اللي انا كنت بجيبه طبعا من فارم فريتز كمان. بصوا اهو عامل كام يا مستر؟ ده عامل 72. عامل 72 جنيه البطاطس. طبعا انا كنت يعني تخصص بطاطس ماليه عشان بشتغل زي ما انتم عارفين. وفي عرض هنا كمان اهو، ده سعره كام الروست يا مستر؟ ستريبس روست ستريبس عامل كام؟ عامل 145. 145 اهو. شوفوا شكل الكيس والفراخ، ساندوتشات، هنعمل كريب، هنعمل اي حاجه. عروض بقى الموتزاريلا عندهم خطيره. العرض ده ب 85 جنيه، ده المطه فيه عاليه شويه. العرض ده عامل 65 جنيه، ده بتاع اللازانيا، المكرونه، البشاميل، الحاجات دي. في عرض ده كمان ايه ده سعره بقى اللي هو الاخضر زي البينو برضه زي الجازيلا كده، عامل 85 برضه. بصوا ادي كل حاجه، طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله. العلا مصر انا زبونه من اكتر من 10 سنين، سمنه بلدي، عايزه اي حاجه. انا كنت جارتهم، فطبعا يعني ايه عارفه من زمان جراكن الكاتشب. كانوا حتى الناس يقولوا لي ايه، ما كانش حد يعرف جراكن الكاتشب. الحمد لله كنت انا اول واحده بجيبهم بقى واعمل لاولادي. تمام. منتج الشركه اسمه بيرو. عامل كام؟ 120. 120 جنيه. تمام. في بعد منه اهو داركنز. تمام. ده اللافيدا. اللافيدا عامله كام؟ 137. ده حاجه عاليه. 137 يعني؟ 237. 237 تعتبر هي موازيه لهاينز اعتقد. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. دارك كينز عامله كام؟ 130. 130. بصوا بقى دي الحاجات اللي بيستخدمها اصلا الناس اللي هي بتوع المحلات، يعني جراكن الكاتشب، جراكن المايونيز، كل المطاعم بتاخد من عند العلا مصر هنا في المنصوره. عنوان الفرع توريلي الجديده. تمام. عايزه اقول لكم كمان في عروض عندهم حلوه قوي. بصوا بقى هتلاقوا الصوصات، عايزين تشيز صوص، عايزين ورق عنب، برطمانات، ارخص من اماكن كتير. تمام. بصوا بقى المفاجأة لما تيجي تعرف السعر. المانجا بيقول لك المفاجأة، السعر مفاجأة. طبعا جراكن العصاير هنا للأماكن كلها. لكله اللي هي نقدر نقول أسعار يا مستر ولا تعمل لهم سربرايز؟ لا دي شغل تاني بقى، هم يجوا يشوفوا الحاجة. انتوا بقى تيجوا بقى عايزين عصير ليمون فريش، عايزين حاجات همبرجر للساندوتشات، السمبوسة. المكان هنا أرخص من أي مكان تاني، هتتبسطوا جدا. فرع العلا مصر موجود في ترول الجديدة، شارع الإمام محمد عنده. هكتب لكم الرقم على الفيديو. استنوا كل الجديد معايا، شرايح، سمك الفيليه، وقشر البياض، وقشر البياض كمان اهو. لو عايزه تعملي شوربه سي فود، عايزه تعملي بانيه مقلي اللي هو فراخ، اللي هو السمك زي البانيه كده، انا بعمله سمك بولت من اسوان. واو. بصوا بقى اسوان مشهوره بالسمك طبعا البلطي. هو لازم يجي متنضف، متنضف من جوه، ده مقلي بقى على القليه على طول زي ما تحبي بقى. حبيت تشوي تقطعي تمام. تقلي هو على جاهز. نقدر نعرف سعره يا مستر؟ مفاجأة، ده 77 جنيه الكيلو. الكرتونة 3 كيلو ب 231. طيب الكرتونة 231 لو عايزين 3 كيلو. كيلو لو عايزين تجربوا. أنا جبت لكم مكان مميز وعروض، وده سمك أسوان. الناس بقى الطعم التست بقى على فكرة بيفرق، لأن إحنا وإحنا في الأقصر وأسوان دقنا الحاجات دي وأنتم متابعين على القناة. جراكن الكاتشي لو انتوا عايزين برضو من الشركات المحترمه، جراكن المستردة، الصوص والسويت شيلي والباربيكيو. بصوا بقى انتوا هتدعوا لي بجد على المكان ده، وشكرا لان هم استضافونا وسمحوا لنا بالتصوير. شكرا اداره مصر العليا.